c'est pas grave. Et fermons. Je tiens d'abord à remercier M. Milo Amoudi pour m'avoir permis, bien sûr, de participer à cet événement. Et à travers lui, je remercie aussi l'association Jamaïat Rabi' al-Tanmiya wal-Mouaqana. عبد الرحمن الفولادي مرحبا. اهلا وسهلا. اليوم تتقدموا كتاب من بوجنيبا الى مونتريال. هذا الكتاب كان مثيرا في النقاش الان، ونود ان تجيز لنا هذا الكتاب واحد هو من الصعب، ولكن يمكن تعطينا ملخص على الكتاب. كتاب من هو اولا عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن الفولادي؟ عبد الرحمن الفولادي من مواليد بوجنيبا في 1952. كبرت تقريبا بين ولاد مبارك في الناحيه ديال بني ملال، وطفوله ديالي تقريبا كلها دازت هنا في بوجنيبا. الطفوله في يعني واحد الوقت من الحياه اللي فيها الواحد تيحلم وتيبدا يدير اهداف، تيخطط الاهداف ديالو وتيصورها وتيحلم بها في المستقبل. اذا هذنا فين طلعت، والكتاب تيعطي صوره على هاد الفترة من الحياة ديالي اللي ترعرعت فيها هنا في طموح، رغم القسوة، يعني قسوة التربية اللي كنت تعاني بها، ماشي غير عبد الرحمن الفولادي ولكن يعني تقريبا الجيل كله. ولهذا يعني إلى حد ما من اللي يقرأ الكتاب تيقول لك وتقريبا القصة ديالي أنا. إذا كنت بغيت نكتب سيره ذاتيه شخصيه، صدقت ربما كاتب سيره ذاتيه ديال جيل او جيلين. كنحاولت يعني فكره باش نكتب هذا الكتاب جات تقريبا في مونتريال، كنشوف الناس كيفاش يتعاملوا مع اولادهم، وتقريبا بلا الفقر ولا يعني هو يعني المبرر لجميع الرسوبات، يعني فيما خسر شي واحد في شهاده تولي للمستوى الاجتماعي ديالو، الفقر ديالو، هذيك ربما حتى الجريمه ولات تسمح بالقضيه ديال الفقر. هذا الكتاب جاء باش يوري بلا العزيمه ربما يعني هي اللي تدفع الواحد يا اما باش يكون مزيان يا اما باش يكون خايب. وهذه تقريبا يعني كان عن تيموانياج، يعني ما نقولوا بالعربيه شهاده اللي جهدت للجيل ديال الخمسينات حتى تقريبا السبعينات. نعم. بماذا توصي قراءك؟ هل لك ميساج رسالة للجيل؟ أول جيل؟ حاجة تنصي بها القراء ديال كل الكتب تيكونوا ربما أغلاط، اللي تنصي بها للقراء ديال الكتاب هو يبداو يشوفوا هاد الاغلاط يمشيو يصحوهم قبل ما يبداو يقراو باش ما يعثروش. عندك شي بروجي اخر سي عبد الرحمن الفولادي؟ ربما لا، كان اقبال على الشهاده الاولى، ربما تجي شهاده ثانيه. ما كاينش تفكير في مجال التخصص كجيوغراف ولا كخبير في مجال البيئه؟ لا يا اخي، انا متقاعد. نعم. ولكن ما عمري ما خدمت اكثر من هاد الايامات اللي تنخدم كمتقاعد، يعني باقي عندي مشاريع، باقي تنخدم، وباقي هاد العلاقه اللي تندير تساعدني باش نبقى ديما نسافر وديما نتعرف على بلدان اخرى، على يعني ناس اخرين، على ثقافات اخرين، على حضارات اخرين، والحمد لله. دكتور يعني عبد الرحمن الفولادي، شكرا على سعه صدركم، ونتمنى لكم حظا سعيدا. ميلود الخرمودي مرحبا. مرحبا. انتم ممثل جمعيات الربيع للتربية والمواطنة بوجنيبا، تتنظموا اليوم في هذه المناسبة ديال يوم المهاجر، تتنظموا هذا اللقاء اللي كان محور ديالو اولا مرافعة حول التنمية المحلية والإكراهات والإمكانيات، وايضا كان هناك تقديم كتاب بوجنيبا الى مونتريال. وينك تعطينا تقييم ديالكم لهذا اللقاء؟ في البداية ميلود خرمودي، كاتب العام لجمعية الربيع للتنمية والمواطنة بوجنيبا. كيجي هذا اللقاء ديال الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر عبر لقاء تواصلي مع مجموعة من الكفاءات العلمية المشهود لها على الصعيد العالمي، في إطار إيماننا ووعينا كجمعية منذ التأسيس
أن المنطقة بوجنيبة أو إقليم خريبة بشكل عام بني على ثنائية الهجرة والمنجم، وبالتالي ديك ديال أن مدينة ديال بوجنيبة كسائر القرى المنجمية تأسست بفضل المنجم وتطورت بفضل الهجرة الداخلية في المغرب، وتطورها المعماري الاقتصادي في المرحلة المعاصرة كان أيضا بفضل ثنائية المنجم والهجرة، وبالتالي شيئان اللي ساهموا في التأسيس وساهموا في التطور لا يمكن إلغائهم في بناء المستقبل. مستقبل بوجنيبة هو مسؤولية جماعية ديال جميع أبنائها سواء مواطنين مقيمين أو مؤسسات عمومية أو منتخبة، وهو مسؤولية الكفاءات بالمهجر. بعد مجموعة من اللقاءات والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي اكتشفنا ديال أن كاينين كفاءات اللي كيحتاجوا ليه هو بنية حاضنة اللي ممكن تقدم لهم استشارة، تقدم لهم طبيعة الأوضاع والخصائص اللي كاين في بعض القطاعات سواء في المجال الاجتماعي والاقتصادي وما إلى غير ذلك، إيمانا بأن الهجرة ممكن تكون رافعة أساسية للتنمية المحلية، أولا عبر استثمارات مباشرة للمهاجرين اللي عندهم إمكانات، ممكن هاد المهاجرين يجيبوا هما مهاجرين مستثمرين من البلدان اللي كيقيموا فيها عبر علاقاتهم الكثيرة، ممكن يجيبوا يشجعوا السياحة المحلية بيجيبوا لنا وفود من الدول المهجر، ممكن يكونوا وسطاء بالمجتمع المحلي، المجتمع المدني المحلي ومجتمع سميلود الخرمودي. هناك الأكيد أنكم خرجتوا بتوصيات، هناك ممكن تجيزها لنا في واحد أمبرف. التوصيات هو أن ممكن لخصهم إجمالا هو أن جميع الكفاءات اللي حضرت معنا هنا من مختلف الدول ديال العالم خاصة أمريكا الشمالية وفرنسا وهذا إيطاليا يلا كتشكل يعني النخبة بمفهوم الفكري والثقافي والاقتصادي، كتجمع لأنه خاص بنية التواصل، وهذا ممكن أن يقوم به المجتمع المدني، لأنه للأسف مؤسسات منتخبة غير واعية بالدور اللي ممكن يلعبوا المهاجرين سواء على هذا إلى قامت عيب الواجب ديالها في تسريع المساطر الإدارية واستجابة للحاجيات اليومية ديال هاد المهاجرين اللي عندهم إكراه تاع الوقت ومشاريع مؤجلة والتزامات عائلية وفي مدة ديال شهر راه تكون قامت بشيء الكثير. الشق الثاني في اللقاء ديال اليوم كان هو احتفاء بالكتاب ديال الدكتور عبد الرحمن الفولادي اللي هو أحد الكفاءات المطلوب بها على الصعيد العالمي في مجال البيئة ومجال المناخ، واللي هو في نفس الوقت مكلفة جمعية ديال الترافع والمنسق العام لمشروع منتزه محمد الخامس بالمنحدر المنجمي ديال بوجنيبة اللي سميته الكاريان. الكتاب هو دليل على أن التعليم ليس قضية إمكانيات ولكن قضية إرادة وقضية عزيمة وقضية هذا، واللي جميل أكثر هو أن التي نشطت الندوة هي طالبة أميمة قصاب اللي كانت حازت النقطة الأولى على الصعيد الوطني بالمغرب، وهي الآن انتقلت السنة الثالثة في كلية الطب وهذا، ولا زالت بنفس المستوى تاع التفوق، وكنتمنى أنها ستؤثر على يد الدكتور اللي هو ابن مدينة بوجنيبة سي عبد الصمد الأزهري في ميدان جراحة الأعصاب. عندنا جوج ديال الأدلة دامغة من واقعنا المعاصر على أن التعليم ليس قضية إمكانيات. أميمة قصاب وعبد الرحمن الفولادي عاشوا تقريبا نفس الأوضاع الاجتماعي. وأعتقد صاحب الكتاب أنه عانى من الفقر والقساوة. نفس تنظن هذا هو فكرة الكتاب. فكرة الكتاب وكيف ديك ديال الطفل ابن عامل عاش يتيم الأم منذ السنة السادسة وناضل وكافح بمجهودات بسيطة إلى أن أصبح على ما هو عليه في بمدينة موريال كندا، هو منسق ديال الكفاءة المغربية بكيبيك، وحنا كجمعية على تواصل معاه بالإضافة لمهاجرين أخرين بأمريكا الشمالية. سيميلو الخرمودي، هل لكم رسالة في نهاية هذا الانترفيو؟ هل لكم رسالة توجهوها للساكنة أو المهاجر أو هذا؟ الرسالة اللي غنوجهوا للمهاجر هو أن بنية الاستقبال موجودة، قوة جمعية الربيع في وطورها وفي كفاءتها،
وفي نزاهة. وماذا عن المجلس وعند المنتخبين؟ المنتخبين حيت ما كافيش المجتمع المدني. المؤسسة في مدينة بوجنيبة هو أن المؤسسة المعنية بالتنمية هي أكبر عائق ضد التنمية. الملاحظ أن ما حضروش اليوم، راه ما حضرت الجهات المسؤولة. هذا حتى لا نجانب أو سميتو، حنا ما وجهنا لهم الدعوة، لأن كاين مجموعة ديال المشاكل داخل المجلس، وحنا كجمعية ما بغيناش ديك ديال تجي ودار تصفية حسابات ما بين أطراف متنازعة داخل المجلس داخل الجمعية. جايين معنا خبراء أجانب راكم شفتوهم، وبالتالي ديك ديال ما بغيناش ديك ديال نسيسوا اللقاء، بغينا نبقى تقني اقتصادي، وفي الجانب ديال علاقة التنمية بالهجرة كان نقاش فكري تواصلي، ونوقعوا كتاب ونتبادلوا هذا من أجل الاستمرار فوق ديال أننا نحولوه جامعة صيفية الموسم المقبل. وكنوجهوا رسالة للشركاء الاقتصاديين. شنو هي المشاريع ديالكم؟ عندكم شي مشاريع قلتيها قبيلة ديال ليكوفميتريز و شي مشروع هادو شي منتزه؟ مشروع حنا اللي عندنا المشروع اللي كاين هو أننا عندنا رؤية ديال المدينة ديال بوجنيبة ديال 2021 ما يجب أن تكون عليه بمناسبة ذكرى المئوية لتأسيس مدينة بوجنيبة وبداية استغلال الفوسفات، اللي ابتدى من هذا المكان اللي بغينا نزلو فيه المشروع. نعم. لأنه لا يعقل أن أراضي استغلت لما يقارب القرن وبقى على حالها وما تمشي إعادة تحويلها إلى منتزهات وإلى ماشي عمل جانب البيئي، ولكن كبديل للتنمية في المنطقة المحيطة بجوار مقاولة المجمع الشريف. سميرود الخرمودي، نشكرك على سعة صدركم. كنشكر الإعلام على دور كبير في تبليغ الرسالة والإشعاع ديال الأنشطة الجادة، وكان اسم الجمعية كنشكر الطاقم ديال الجريدة من الإدارة والمراسلين والمنتقدين. جريدة أصوات، جورنال أصوات، شكرا.